نحن سعيدين بوجودنا في مشفى الأسد الجامعي، هذا الصرح العلمي الطبي الهام على مستوى بلدنا الحبيب سوريا، الذي يقدم التدريب والتأهيل لطلابنا في المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا، ويقدم الخدمات للمواطنين من تشخيص وعلاج. وبالتالي اليوم وبتوجيه من الحكومة بشكل مستمر الاعتماد على الطاقات المتجددة، مشفى الأسد الجامعي هذا المشروع هو عبارة عن طاقة شمسية لتأمين المياه الساخنة على مدار الساعة، يؤمن على مدار الساعة 30 ألف لتر ماء ساخن، يوفر يوميا أكثر من 800 لتر مازوت. وبالتالي حسب توجهات الحكومة الاعتماد على الطاقات المتجددة، تم هذا المشروع بكلفة تقديرية حوالي 260 مليون ليرة سورية. وفر علينا 800 مليون ليرة سورية مرصودة في الموازنة لشراء، ولكن نحن ما قدرنا نشتري بسبب ظروف الحصار، فمهندسينا المحليين والفنيين صلحوا هذا بالرغم أنه متوقف من أكثر من 12 سنة. فعمل وفر 800 مليون ليرة على ميزانية الدولة.